الجديد بقى في 2019 ايه؟ انا شغال حاليا على الاوضه الضلمه الصغيره، ده فيلم فكره اخراج محمد سامي انتاج وليد منصور، وفي فيلم الجزء الثاني من البدله ان شاء الله بعد ما نخلص الاوضه الضلمه الصغيره، وشغال على مسلسل اسمه ايه، والايام اللي جايه ان شاء الله هنتاكد اذا كنا ضمن الخريطه الرمضانيه او لا.